أعلن ريكاردو سواريش مدرب الأهلي قائمة الفريق استعدادا لمباراة الجونة المقرر إقامتها مساء غد الثلاثاء على ملعب خالد بشارة والمؤجلة من الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز. في البداية الرجاء من فضلكم الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم الجديد في هذا المحتوى دائما. وتعد المباراة هي الثانية لسواريش على رأس القيادة الفنية للأهلي بعد تعيينه خلفا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، كما أنها الأولى في مسابقة الدوري. وكان سواريش قاد الأهلي في أولى مبارياته للتأهل لنهائي كأس مصر في نسخته الماضية بعد الفوز 2-0 على بتروجيت في الدور نصف النهائي يوم السبت الماضي. ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 44 نقطة من 20 مباراة، متخلفا بفارق 7 نقاط عن الزمالك صاحب الصدارة الذي لعب 3 مباريات أكثر. أما الجونة فيحتل المركز 14 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة. وشهدت قائمة الأهلي غياب محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وحسين الشحات الذين كانوا شاركوا في مباراة بتروجيت، كما استمر غياب أحمد عبد القادر وليوس ميكيسوني وبيرسيتاو بسبب الإصابة، بينما عاد محمد محمود إلى القائمة. وجاءت قائمة الأهلي لمباراة الجونة عن نحو التالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شبير ومحمود متولي ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، إليو ديانج وعمر السلية وصلاح محسن، محمد مجدي أفشا وعلي معلول ومحمد محمود وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف وزياد طارق.